أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم كالقناة. بصراحة أنه صار لي إحنا أكثر يعني من أسبوعين قاعد نتمرن، الحمد لله أجواء زينة، شوية باردة بس عادي يعني تعودنا عليها، وإن شاء الله فريق يعني جاهز، واليوم أول حصة تدريبية للكادر الجديد. أتمنى التوفيق له والفريق ولكل نادي، وإن شاء الله يعني تعرف قدامنا مهمة، يعني مهمة تكون إن شاء الله ما تكون يعني مهمة صعبة علينا، واللاعبين قدها وإحنا مستعدين إن شاء الله، وإن شاء الله نكون جاهزين ونقدر يعني نطلع بنتيجة إيجابية ونطلع من هذا المباراة منتصرين ونفرح الجمهور اللي ينتظرنا يعني بشغب هذا الأيام. والله مثل ما تعرف احنا يعني قلت لك احنا الحمد لله والشكر استعداداتنا جيدة، وهاي كرة قدم وتوفيق يعني يبقى عند الله، واحنا اللي علينا كلاعبين انه نقدم كل ما عندنا، نتمنى من الله انه الله يوفقنا بهذا المباريات اللي تجي، نتمنى انه نقدر نحصل البطاقة ونصعد لدوري ابطال اسيا. تعرف بطولة يعني مهمة ويعني الجمهور منتظرين هذا الشيء، نتمنى انه الله يوفقنا، يعني احنا نقدر انه نوعدهم انه نقدم كل ما عندنا. الحمد لله وشكر اللاعبين عازمين على يقدمون كل شيء عندهم، وهاي توفيق يعني كرة قدم تبقى توفيق عند الله، وان شاء الله الله يعني يوفقنا ونقدر يعني نكون نتائج ايجابية ان شاء الله. نادي الفيصل اللي يعني نادي كبير وزعيم الاندية الاردنية، وكل لاعب انه يجي يتمنى انه يحقق يعني اول اشي، انا يعني مهمتي انه نحقق الالقاب الجماعية، هذا يعني بهمني اكثر شيء، ويعني لقب الهداف هذا الطمح لاي لاعب يعني مهاجم، نتمنى انه الله يوفقنا ونقدر يعني اذا الله وفقنا يجي الهداف يكون يعني شيء جميل ان شاء الله. Thank you to welcome me. My name is Yannick Zakri, 28 years old. I'm from Ivory Coast, Africa. For me first the team. I'm here for the team. I work for the team. I want to do match like before last season. I want to win every trophy with the team. My promise is about me. My promise is work hard for the team. I think first for the team and work hard for the team outside to the pitch on the field also.